نعم، هي تصريحات روسية بخصوص تدمير مستودعات أسلحة وصلت من الدول الغربية، لكن الجانب الإيراني قال إن ما استهدف عمليا هو بنية تحتية. الهدف من هذا القصف عمليا ليس فقط تدمير البنية التحتية في هنا في أوكرانيا في المدن الأوكرانية، ولكن أيضا ترويع الناس، إخافة المدنيين، وبالتالي مغادرتهم المدن التي تريد روسيا أن تسيطر عليها من خلال الحملة العسكرية التي بدأت في 24 من فبراير. هبة، في التفاصيل أيضا بأن هنالك محاولات من القوات الروسية في الجهة الشرقية للتقدم باتجاه كراماتوسك في محاولة أيضا للالتفاف على القوات الأوكرانية الموجودة هناك. القوات الأوكرانية كانت قد نشرت مقطع فيديو لتدمير زورق روسي عند جزيرة زيميني. هذا الزورق بحسب ما تقوله وزارة الدفاع كان من المفترض أن يشارك في عروض عسكرية خاصة باليوم النصر يوم 9 مايو. هبه،